دايما في برنامج الاشبال بنسلط الضوء على المواهب اللي داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم عندنا قطاع الناشئين منجم ذهب. سلطنا الضوء خلال الفتره اللي فاتت على نجوم كتير، على شادي رضوان ومحمد فخري وعربي بدر ومصطفى شوبير وغيرهم كتير من اللاعبين اللي تم تصعيدهم للفريق الاول. النهارده لعيب بنتنبأ له ان شاء الله ان هو يعني خامه مبشره، هو لاعب مواليد 2003، محمد سرحان. محمد سرحان هو لاعب بيلعب تحت المهاجم، ما شاء الله بيقدم مستويات رائعه مع فريق 2003. كان لينا تقرير مع محمد سرحان ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. أنا اسمي محمد عمر سرحان، معروف في النادي هنا بسرحان يعني. فرقتي مواليد 2003، بلعب في مراكز راس حربة، وينج يمين أو وينج شمال. أنا بدايتي في الكورة كانت أكاديمية برشلونة، سني كان 7 سنين ساعتها. قعدت في الأكاديمية سنتين، بعديها انتقلت لأكاديمية النادي الأهلي فرع الشيخ زايد، قعدت برضه سنتين. كان ساعتها كان في تصفيات مين اللي هيروح قطاع الناشئين، وبعد الحمد لله ساعتها اختاروني انا وكام واحد مع في فريقتي ساعتها. ومن ساعتها انا بقالي حوالي في قطاع الناشئين حوالي 8 9 سنين دلوقتي. انا من يوم ما انضميت للنادي الاهلي اول يوم ليا كنت مبسوط جدا، فرحان جدا ان انا في الاهلي، اكبر نادي في مصر في افريقيا. لعيب النادي الاهلي بيختلف عن اي لعيب تاني من ناحيه الروح في الملعب، الشخصيه بره وجوه الملعب لازم تبقى مختلف عن اي نادي تاني. في النادي الاهلي طموحك لازم تبقى رقم واحد، رقم اثنين ده يعتبر فشل في اي بطوله، حتى لو بتلعب ماتش انت لازم تكسبه، حتى لو كان ادائك مش كويس لازم تعوض الاداء ده بالمكسب. وده اللي احنا بنحاول نطبقه في الماتشات بتاعتنا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. المدربين اللي انا اتمرنت على ايديهم من اول ما جيت قطاع ناشئين النادي الاهلي، اولا كابتن احمد سمير، كابتن احمد سراج، كابتن عصام صلاح، كابتن اشرف ابو زيد، كابتن محمد سعد، كابتن شريف عفضيل. حاليا دلوقتي المدربين اللي انا بتمرن معاهم كابتن محمد سعد، كابتن شريف عفضيل، وطبعا كابتن ميدو كان مدرب معانا برضو. انا المدربين دول ليهم فضل عليا كبير من الناحيه الفنيه ومن الناحيه يعني شخصيتي بره الملعب بتفرق، يعني خلوني ازاي اتعامل مع ماتشات بره الملعب، ازاي اهيئ نفسي ان انا اخش الماتش مركز 100%. وعلموني برضو يعني ان انت مش لازم تبقى بره الملعب او قبل ما تنزل الماتش تبقى متنشن، تبقى على طول مقشر وشك، لا. قالوا لي ان انت ممكن تضحك بس لدرجه معينه، ان انت تحافظ على تركيزك عشان لما تنزل الماتش تبقى مركز 100% والدنيا تبقى تمام معاك. اهم مميزات لعيب نادي الاهلي ان هو يبقى عنده روح واصرار ويحب زميله حتى لو ما كانش بيلعب، ان هو يحب الخير لزميله. عندنا في الاهلي احنا بنلعب لحد اخر دقيقه او اخر ثانيه في الماتش، وظهر علينا كده في كذا ماتش ان احنا مثلا كنا خسرين اتعادلنا، او كنا اتعادلنا في ماتشات كسبناها في اخر دقيقتين ثلاثه. ده اللي بيفرق لعيب النادي الاهلي عن اي فرقه تانية. انا ابتديت تعليم في مدرسه الشويفات الشيخ زايد، كان من اول ما ابتديت لحد سنه 5 ابتدائي. بعديها مشيت من المدرسه، رحت مدرسه الامريكيه الدوليه من 5 ابتدائي لحد دلوقتي، يعني دلوقتي ثانويه عامه اخر سنه ليا في التعليم. يعني دور والدتي ووالدي دور كبير ليا طبعا في حياتي، اذا كانت تعليميه او كرويه. يعني طبعا انا بالذات عايز اشكر والدي، يعني لان هو اللي بادئ معايا من صغري، من اول ما ابتديت الكوره وهو اللي حببني فيها. هو كان بيلعب كوره زمان لكن ما حلفوش الحظ، يعني كان جاله اصابه، فانا بحاول ايه ان هو اعوضه اللي هو ما عرفش يحققه. يعني طبعا هو حياه لعيب الكوره مش زي حياه اللي هو الانسان الطبيعي. يعني انا بروح المدرسه الصبح، بمشي من المدرسه على حسب يعني ميعاد التمرين بتاعي. طبعا الدنيا بتبقى صعبه لان انا بالذات حالتي، لان انا ببقى ساكن بعيد عن التمرين حوالي مشوار ساعه ساعه ونص كل يوم رايح وراجع. وطبعا بيبقى عليا واجبات في المدرسه، امتحانات،
فالدنيا بتبقى صعبه، لكن انا بحاول على قد ما اقدر اوفق ما بين الاثنين، ادي الاثنين حقهم. وطبعا اي وقت بيبقى فاضي ليا بحاول احسن، اذا كان عندي حاجه في المدرسه اخلصها، اذا كان اقدر اطور نفسي كرويا اتمرن مع نفسي ازود الحته الجسمانيه عندي. يعني بشوف الوقت الفاضي ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لي، لان ده اللي بقدر اوفق فيه ما بين ده وده. بص في ماتشات كتير انا يعني ما انساهاش، لكن في كام ماتش كده اللي هو يبقى معلق في دماغك كده ما تقدرش تنساه. منهم ماتش كان مش السنه اللي فاتت اللي قبليها، كنا احنا بعيد شويه جدول، فكان في ماتش مهم قوي بالنسبه لنا، كنا بنلعب انبي عندنا في ملعبنا. فالماتش ده كان مهم جدا معنويا، وبرضه ان هو يقربك في الجدول ويديك ايه دفعه معنويه للماتشات اللي بعديها. الماتش ده ما كانش بنلعب فيه كوره على قد ما احنا بنجري بنحاول بنقاتل في الملعب عشان نجيب التلات نقط باي طريقه. الحمد لله الماتش ده الدنيا كانت بادئه فيه كويس، حوالي اول تلت ساعه 25 دقيقه جبنا جونين نتيجه 2-0. دخل فينا جون في اخر الشوط الاولاني. الدنيا يعني ايه الماتش ماشي، وانا بقول لك زي ما بقول لك جاري وخبط وكل ده. دخل فينا جون في اخر دقيقه ضربه جزاء، وبعديها هنا بقى ظهرت شخصيه النادي الاهلي بقى. بعديها على طول الهجمه اللي بعديها ان دخل فينا جون في الوقت الضايع، كانت حسب 3 دقايق لعبنا كوره جالنا في ضربه جزاء بعدها كسبنا بيها الماتش. فدي بقى الحته الشخصية النادي الاهلي، الروح بتاع النادي الاهلي، حتى لو دخل فيك في اخر جون في اخر دقيقه او في الوقت الضايع انت تقدر تجيب جون بعديها. يعني هو ده اللي بيفرق بقى لعيب النادي الاهلي وكده. انا طبعا مش بتفرج على ماتشات الفريق الاول طبعا. الماتش اللي انا ما اقدرش انساه او قريب لذاكرتي يعني كان ماتش نهائي الكونفدراليه لما كسبنا 1-0 في اخر ثانيه، لما كابتن عماد متعب طبعا جاب الجون في اخر دقيقه، ودي كانت فرحه غير عاديه ليا يعني وكل المشجعين النادي الاهلي. وبرده بيظهر شخصيه النادي الاهلي ان هو يلعب لاخر ثانيه ورغم الضغوطات والضغط النفسي والعصبي على اللعيب ان هو يقدر يكسب في اخر ثانيه ويسعد الجمهور. يعني طبعا المثل الاعلى في النادي الاهلي كابتن محمد ابو تريكه، ده مثال للمهاره الفنيه في الملعب مع الروح والقتال. يعني فده اللي انا نفسي ابقى زيه من لعيبه النادي الاهلي. يعني كل دي اساطير النادي الاهلي طبعا، واي حد من الناشئين دلوقتي كان يطمح ان هو يلعب معاهم في فريق واحد، لكن يعني ما حلفناش الحظ. بس انا مبسوط ان احنا شفناهم وتعلمنا منهم حاجات كتير يعني بنحاول نطبقها عندنا دلوقتي في الملعب وكده. انا طموحاتي مع الاهلي دلوقتي ان شاء الله اخد بطوله الجمهوريه السنه دي ان شاء الله. وطموحاتي بقى بعدين ان شاء الله نلعب مع الفريق الاول، احصد بطولات مع الفريق الاول واسعد جمهور الاهلي يعني ان شاء الله. انا يومي في النادي الاهلي مش طويل يعني. انا باجي من المدرسه او من البيت على التمرين، بتمرن الساعه ونص الساعتين بتوع التمرين. ساعات بقعد قبليها مع الفريق قبل التمرين بعد التمرين. لو عندي ماتش طبعا بيبقى احنا بنيجي قبل الماتش حوالي ساعه ونص ساعتين قبل الماتش، بنقعد مع بعضينا بنحاول نقرا جو الماتش ان احنا نخش جوه الماتش. بناخد محاضرتنا بلعب الماتش، وبيبقى يعني هو ده يومي في النادي الاهلي يعني. طبعا دور الكابتن فتحي وكابتن هشام هما بيحاولوا يساعدونا بكل الطرق الممكنه ان هو يوفر لك جو كويس ان انت يعني يبقى مهيئ ان انت تلعب اي ماتش في جو كويس. الادوات الممكنه في المعسكرات في السفر، وبرده بنقول لك خبرات لان هم برده كلاعيبه في النادي الاهلي بيقولوا لك خبرات، والحاجات دي بتفيدك في الملعب وبره الملعب يعني. انا احب اوعى جمهور الاهلي ان شاء الله ببطوله السنه دي في الجمهوريه، لان برده الاهلي طلع لعيبه كتير من الناشئين، والناشئين في الاهلي مهمين جدا للفريق الاول. وان شاء الله جمهور الاهلي السنه دي يفرح ببطوله افريقيا، الدوري، البطولات المحليه ان شاء الله، نصعد كاس عالم الانديه لان بقى لنا كتير ما رحناهوش. ولو اشكر حد معين في حياتي هيكون بابايا يعني.